أول إشي حطينا بيض بيضتين، نص كوب سكر خفقناهم كتير منيح مع الفانيلا، وبعدين أضفنا نص كوب من الحليب ونص كوب من الزيت النباتي، وحطينا كوبين من البسكوت المطحون وبيكنج باودر وبيكنج سودا والكاكاو طبعاً. بدنا 2 بيض، نص كوب سكر، بدنا نص كوب زيت نباتي، نص كوب حليب فانيلا، و2 كوب بسكوت مطحون، بالإضافة لربع كوب من الكاكاو، بيكنج باودر، بيكنج سودا، ورشة ملح. طيب، وبدنا سكر بودرة أو للتزيين. هلأ عشان أشرح لكم يا جماعة شغلة كتير مهمة، معظم السيدات عم بيشكوا إنه مش يعني هلأ الحمد لله رجعت فتحت الأسواق، ولكن مش قادرين يحصلوا لطحين دائماً، فبدنا نعطيهم حلول. الحل اليوم إنه إحنا كتير منجيب بسكوت على البيت، خصوصاً اللي عنده أولاد صغار دائماً عندهم أنواع بسكوت، فإذا بتقدر تستخدموا هاي النوعية أو النوع اللي مستخدمه بالتشيز كيك اللي بيجي بالقمح كمان ممكن إنكم تستخدموه، فأي نوع بسكوت عندكم بس طبعاً حلو مش مالح بتمشي فيه الوصفة. برضو هذا الكيك لا بده خلاط ولا بده أي شيء، هو شوفوا مش كيك يعني شاهق الارتفاع أوكي؟ يعني كيك للقطعات خلينا نسميه كيك القطعات بالضبط. رح نحط هلأ البيض والسكر والفانيلا، منيح إنه مش هون مش إنه كتير رح يتأثر كان، بس برضو يلا هلأ رح نخفقهم مع بعض. إذن الطحين سوري البيض والسكر، وبهاي المرحلة لأنه ما في مواد كتير رافعة يعني إحنا ما في طحين مثلاً، بدنا نعتمد على الرفع كتير من اللي عم نعمله حالياً، يعني إحنا كل ما خفقنا البيض مع السكر أكتر كل ما عطينا قوام جوا الكيك، لأنها زي ما حكينا مش من الكيكات العالية كتير. تمام أوكي. هلأ بعد ما يكون وصل تقريباً معنا بصير هيك لون البيض باهت شوي، شايفين كيف؟ أوكي. هلأ رح أضيف له الآتي، بدنا نص كوب من الحليب ونص كوب من الزيت، خلينا نحط الزيت النباتي أول الله يرضى عليك. أوكي فهلأ رح أحط أنا الحليب. طيب مش مفتوحة؟ بدي أفتحها. أوكي فإذا هلأ بدنا نحط نص كوب الله يرضى عليك شكرا من الزيت النباتي. أوكي إذا حطينا البيض يا جماعة بيضتين، حطينا معاهم نص كوب سكر، نص كوب حليب، نص كوب زيت، كل شيء نص 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 تمام مع البيضتين. هلا هون عندي البسكوت اللي طحنته اللي هو هذا النوع اوكي، راح نحط الكوبين بالضبط ومنعير الكوب بعد الطحن، كوبين من الطحين لا حول الله من البسكوت، حسدتوني قد ما حكيت كيكه بدون طحين. ما في طحين هو بسكوت الكاكاو من طبعاً اللي بالبيت بسكوت الشاي العادي اللي بنشتريه وبيكنج باودر وبيكنج سودا بس. تمام هلا اللي ما عنده كاكاو يحط بدال كوبين من البسكوت كوبين ونص. اللي ما عنده كاكاو يعني اللي ما عنده كاكاو ما بده يعملها شوكولاته بده يعملها عادي كيكه عاديه، يزيد كميه البسكوت كمان نص كوب بس فقط. ممتاز خلصنا هاي كيكتنا يا استاذ، في احلى من هيك؟ لا روعه. طيب بامانه نجيب قالب طبعا مو قالب كبير كثير لانه كميه الكيكه مش كثير كبيره حطيت عليها ورق زبده من تحت بس بدي اثبتها عشان ما تضل تتحرك اوكي، ورح نفرد الكيك وبتنخبز بفرن حرارته 180 درجه لمده 35 دقيقه تقريبا اوكي. خليني الفها هيك عشان ابين معكم، فهي إذن كيكة بدل ما نستخدم فيها الطحين استخدمنا البسكوت، أي بسكوت عندكم بالبيت بيمشي حاله. تمام هاي الكيكة اللي بدون طحين، اللي بدون طحين مع بسكوت بسكوت الشاي اللي موجود بأي بقالة يعني. أوكي شوفوا كيف برضو من جوا، خليني أفرجيكم إياها هيك على الكاميرا حتى تبين معاكم. أوكي رح أقسم فيا جماعة، أي حدا عنده بسكوت مكسر بالبيت أو بايت أو مش عارف شو يعمل فيه بيقدر يعمل فيه هاي الوصفة، وزي ما حكينا إذا قيمتوا الكاكاو بتطلع كيكة عادية مش كيكة شوكولاتة يعني بتطلع كيكة خلينا نسميها فانيلا، بتقدروا تضيفوا لها شوية برش برتقان عصير برتقان زي ما أنتم بتحبوا.